السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حل مشكلة تشغيل واي فاي على ريدمي نوت 10 برو. أول حاجة هنفتح كده الواي فاي كده، المفروض أنا متصل بشبكة والواي فاي مش عايز يتصل زي ما انتوا شايفين كده. دي مشكلة في السوفت، يعني أنا أول ما جبت الجهاز كان الجهاز شغال عادي مفيش أي مشاكل. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. الموبايل اهو نوت 10، هندخل على الواي فاي، هندخل على السهم ده، هنعمل تعديل هنا، هنخلي دي ثابت، وبعدين هندخل الأرقام اللي موجودة دي بالظبط. لو هي مش موجودة عندك هتدخلها زي ما هي موجودة كده. ده رمز الراوتر نفسه. ده الرقم التاني، زي ما انتوا شايفين كده الواي فاي فوق، انا بدخل الرموز مش عايز يفتح خالص. وبعدين هنتكل على المساحة اللي فوق عشان نثبت. هي كده الشبكة اشتغلت معانا اهي. وفتحت معانا. ما تنساش تشترك في القناة. وهي دي مشكلة الواي فاي في ريدمي نوت 10 برو.